صباح النور البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو هذا في صحه جيده. شوفوا يا اختي، شوفوا جارتي باش صباحه مصبحه عليا. بلاطو عامر ديال كورنيتي وباولي باندورو، هادشي كله حيت درت مع واحد لوجاسه البنات اللي هو بسيط. وسبحان الله سبحان الله، كاينه واحد الفئه يعني كديري معاهم شي حاجه غير قريب الحال، وبالنسبه لي كتكون شي حاجه اللي هي كثيره. وصراحه الحمد لله انا يعني سكنت في هذا البلاطو، جيران تقريبا صراحه كلهم الله يعمر لهم الدار، وهذه بالخصوص. تصوروا البنات، عرفوا هاد السيمانه كانت مريضه، ومهم عائلتها كلها بعيده عليها، يعني ما كاينش اللي غادي يكون بها، وطلبتني باش نبقى نخرج ليها هكا في الصباح، عندها واحد الكليب. وبحكم حنا يعني ساكنين في البلاطسو، ومن هاد المنبر هذا بزاف ديال البنات كيسولوني معاك، كنحط لي ستوري البنات في الانستغرام وفي تيك توك، شاده داك الكليب وغدا كندير لي باسيجاتا، وكيقول لي واش هاد الكلب ديالك؟ واش انا ديال ربي شي كليب؟ هو اللي بقى ليا. صراحه الحيوانات كنحماق على الحيوانات، ولكن البنات ما يمكنش ليا بحكم انا ساكنه في بلاطسو، بحكم يعني راكم عارفين حنا كمسلمين، يعني ما يمكنش لينا نربيو هكا كلب لداخل ديال الدار. صراحه كنت في كامبانيا نربيه، وكان عندنا واحد الكليب شحال هادي قما نتزوج في الدار ديال الوالد، مع راكم الشهداء التيساع، وكنا مربين واحد الكلب اللي ولا عارف شنو، ما تصوروش البنات، ولا طرف من العائله، يعني داك الكلب سبحان الله من اللي مات بقى فينا بزاف، ولكن راه سبحان الله كان وخا نعاود لكم، ما غاديش تيقوني، يعني غادي تيقوني غير الناس اللي مفيتين مربين الحيوانات هم. والله بعض المرات كتشوفي شي حوايج يعني كيديرهم الحيوانات حسن من واحد الفئه ديال البنادم، ويا ربي تسمح لي على هذه الهضره هذه، ولكن هذا هو الواقع. وكيف ما قلت لكم البنات، درت معها واحد لوجست اللي هو بسيط بالنسبه ليا، شي حاجه والو قدام هذاك الشيء، اصلا هي اللي كدير معايا، عارف شو كيما قلت لكم البنات. وسبحان الله هذه نعمه انك يجي وحدك بعدا جيران الله يعمر ليهم الدار، وهاد الانسانه سبحان الله راه بعض المرات ما كتجي لا بدين لا بتا حاجه، يعني شوف الانسان والطبع ديالو كيفاش مربي. عرش البنات يعني هي اصلا يعني دائما كتعاونني، واحد الخاطر عطيها الله، يعني واخا هي عندها وليدات كتقول لي ناديه شوفي في ما احتاجيتيني هكا نمشي نجيب لك الدراري، ولا بغيتي نحفظهم لك هبطيها تحفظ، مع اصلا بنتي وبنتها كيقراو في قسم واحد، لا خرج بغيتي تخرجي لشي بلاصه خليهم ليا، يعني واحد الخاطر عندها، ويعني ماشي من داك النوع اللي كتحاسب ولا. الحمد لله انا يعني ربي عطاني جيران بعدا الله يعمر ليهم الدار في هذا البلاصه هذا، كما كنقولوا حنا اختار الجار قبل الدار، وهذه نعمه ان يجي وحدك جيران الله يعمر ليهم الدار، يعني ردي لك البال، ردي البال للوليدات اللي صراحه ولينا كنفتقدوها بزاف في هذا الوقت هذا اللي ولينا عايشين فيه دابا، والحمد لله. المهم البنات خليكم معايا، اليوم غدا نمشي غدا لواحد لافيره كاينه هنايا في بيروجا، عامره النهار كله صراحه، شحال ما بقينا خرجنا وقلت غادي نمشي نضرب فيها دويره. المهم هنا هانتوما هنايا انا وصلت، المهم هانتوما معايا، غادي نوريكم هكا شنو كاين، ومن بعد غادي نمشيو لواحد الباركو راني كنت ديجا شاركته معاكم. المهم هانتوما معايا. سلام سليم، الحمد لله، كي دايرين؟ شي بخير؟ هنا البنات في هاد لافيرا لقينا حتى خويا حتى هو مفرش، ها نتوما دار البانكو ديالو. وكنتو بزاف منكم شي بنات كيسولوني على السراول منين كناخذهم، انا سراولي كاملين البنات دابا نديرو ان شاء الله، غادي نشارك معكم كلشي
صراولي كاملين كناخذ هنا من عند خويا كيجيب واحد النوع انا غادي نشاركو معكم نيت دابا ومن بعد غادي نشاركم غادي نوريكم كلهم غادي نوريكم هكا باش تشوفوهم مزيان. كناخذو من هنايا كما قلت لكم من عند خويا واحد النوع عرفتو مريح دابا تقريبا شي 6 سنين 6 سنين هاد الموديل اصلا ما كيدي موداش عرفتو البنات مريح ما عنده لا بوطوني لا والو. انا غادي دابا نمشي هانتوما هو هذا هما معلق منهم عرفتو واعرين هادو واعرين ونيت هو نيت كيبيعهم بزاف يعني عنده كليان ديالو كيقول لي فيما كيفناو ليهم داك السراول كيجيو يسولوا عليهم هما هادو عرفتو واعرين البنات في اللبسه. هادو جينز كولوراتو ومريحين كيجيو بحال شكل يعني إلاستيك عمليين يوميا هكا وما فيهم لا بوطوني لا والو صافي البس وهز وفيهم كاع الالوان انا تقريبا كاع الالوان واخداهم من عنده كنفضلهم بزاف على الجين ولا اي حاجه لحقاش مريحين وإلاستيك. وشوفوا هاد المغربي حتى هو اللي قدام خويا حتى هو مغربي الله ييسر ليهم الامور ان شاء الله. حتى هو صراحه كيجيب سلعه فنه كياخذ من عندهم شحال من حاجه خدام من عندهم نيت راجلي العام اللي فات خدام من عندهم حتى الفرد ديال الكوير وصراحه صدقات ليهم زوينه راه هو كيكون فرش في السوق ديال بيروجا. وبالنسبه لخويا راه عنده الجيرو ديال لا سيتيمانا عارفاكم غادي تسولوني ليه من بعد المهم غادي نقول لك غنقول لكم كاع الانفورماسيون هنا في الفيديو راه كيكون يوم مهم اللي بقى عاقلة أنه كيكون الأربعة في باستاردو الخميس في سان سيستو الجمعة في أليرا والسبت هو ما كيديرش بيان دي ماسيانو كيدير أسيسي. مهم هادو هما اللي بقيت عاقلة عليهم. المهم داك الساعة اللي بغات تمشي عنده بغات تشوف هاد التراول ولا بغات تشوف شي حاجة دخل عندي الإنستغرام ونحط لكم الجيرو دي لا سيتيمانا فين كيكون واللي بغات تمشي عنده مرحبا. وهنايا البنات جيت كنقلب في هادو اوزاتي فينتاج كما شفتو مكشوف هنا في الكارتيلو هادو كيجيبو سلع اوزاتا بالحق كيجيبو بياسات زوينين وكتلقاي عندهم حتى الماركه. شوفوا هاد الجيلي صراحه زوين فن طويل هكا عنده القب ها انتما شوفوا الجاكيطاج كيفاش داير يعني بحال راه تقولي باقين جداد باقين يعني باقين زوينين وخمس مستعملين باقين فنين. وهنا البنات جيت نوريكم حتى هاد البانكو هذا كيعجبني بزاف كيجيب داكشي ديال الصباطه فنين وحتى الكاليتي عنده زوينه. هذا البنات راه كيكون حتى في مارشان وكيحط حتى هنا حدايا حدا الدار عنده اثمنه مناسبه هنا راه تشوفوا 20 اورو ولكن راه كيجيب سلعه زوينه راه ماشي داكشي ديال 6 اورو ولا ديال 5 اورو اللي كتبان لك الكولا كتبان لك هذا راه كيجيب سلعه بحال الشكل ديال جلوبو ونيغوتسيات المحلات الكبار اللي كيبيعوا الماركه يعني راه واخا شناوا راه بعض المرات شناوا راه كنت هضرت لكم على هذا الموضوع واخا شناوا كتكون صنع هنا في ايطاليا وكتكون الكاليتي يعني مفينيا كيكونوا مفينين بحال دابا هادو راه ما كتبان لك فيهم لا كولا لا حتى حاجه يعني مفينيا في الخدمه ديالهم. عرفتو حمقاتني واحد السبردينه انا غادي نوريها لكم دابا ستيل غوتشي ها هي البنات شوفوا واعره هذه حمقتني حتى اللوينات اللي فيها دابا اللي فيها يعني دارجين على الموضه هذا العام الباج المارو الكري هاد اللوينات كلهم دابا خارجين موضه هذا العام. عرفتو عنده داكشي زوين كناخذ انا تقريبا دائما من عنده وصراحه الصباطه ديالو زوينه يعني نفس السلعه اللي كاينه في جلوبو اللي كاينه في بيتارا اللورا نفس السلعه تماما.
تيرجع لي احمد لك انت عارفه راه ينقص لي. هنايا كنقيس فهاد الجاكيطات هادو نيت عند خويا، عجبتني هادي، هادو صراحه خارجين دابا شي 3 سنين دوبل فاس، كتلبسيها على شكل البلاصه اللي فيها هاد لابيليتشا كما كتشوفوا، او ممكن ديري هاد الجاكيطه عاديه بحال اللي كتلابسه الاخرى الكحله، يعني هادي كتلبس دوبل فاس. خارجين صراحه شي 3 سنين هادو، ولكن زوينين كيعجبوني، ولكن كيبينوا لي الغلظ. ها نتوما شوفوا كيبينوا لي غليظه بزاف. وعجبني هاد اللون الباج. كي جاتكم البنات ها نتوما، وهنا عجبوني عنده حتى هاد لافيل بات هادو ديال بايل، فنه 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 هادي. صراحه قيستها وعجبتني وعجبت ما خديتهاش، ومن بعد قلت لي صافي خلي لي وحده. صراحه عجبوني، عرفتوا سخونه البنات ديال بايل، سخونه ورطبه وعمليه. ها نتوما طويله مستوره وعمليه، هكا الشكل يومي هكا بحال هكا اللي كتكون تخرج هكا، راكم عارفين تقضي الشغالات كتبغي شي حاجه هكا تبقى دائما مريحه. انا لي فيلبي راكم شتو شتو اللبس ديالي الاغلبيه غير لي فيلبي، يعني كان صراحه كنرتاح فيهم بزاف، كنفضل فيلباش عمليين بس صافي وخرج. حتى بالنسبه باش تجيب الوليدات الشغالات الفيلبات حاجه مريحه. وعجبوني عنده حتى هاد لي شارفي اللي جيب، عرفت شحال من ديال بايل تاع مرطبين وسخان. هنا كان خصكم كتجرب زعما باغي تشوف واش غادي يجيو في الشده. ساعتي غلاد ممكن تحطيهم غير هكا مع هاد البرد، تحطيهم غير هكا فوق الشعر اللي كتكوني مديه. وصافي هنا الوليدات هنايا قررنا باش ما نرجعوش للدار، غادي ناكلو حاجه هكا بيتزات بطاطا فريتي، ومن بعد نديهم هنايا للباركوني قريب للسوق قريب لهاد لافيرا. خديت لهم هاد البطاطا ديال البيتزا باش تغدينا، وصافي هادشي اللي كاين. قررنا باش نبقاو يعني نخرج شي شويه، راكم عارفين الواحد السيمانه كامله هو الدار الدار. قلنا نبقاو يعني نهار خرجنا نستغلوا الفرصه. وهنا البنات جينا لهاد الباركو اللي بزاف ديال البنات سولوني فين جا فين جا مع، كنحط كما قلت لكم البنات لي ستوري في الانستغرام او تيك توك، وكاينين بزاف ديال الناس متبعيني من هنا من بيروجا. هذا البنات راه جا بروبي وحده السوق ديال بيان دي ماسيانو. ها نتوما راه يعني تمشيو غير على رجليكم من السوق، كاين حدا الستاديو. ها نتوما شفتوا الستاديو الملعب راه معروف هنا في بيروجا حداه، وعرفتوا البنات زوين زوين زوين. بالنسبه لي احسن باركو كاين في بيروجا هو هذا الباركو، هذا كبير عرشو كبير كبير. ان شاء الله هذه المره نجي وندير لكم عليه واحد الجوله نيت كبير، يعني كاين فين تمشاي، كاين بالنسبه للناس اللي كيلعبوا السكيت بورد يعني ندير لهم حتى هما واحد المساحه. كاينين في دوي باركي في جوج ديال الباركوات، ولكن الاغلبيه انا كنجيب اولادي غير هنايا. كاين فين ديري البيكنيك، يعني بلاصه خاصه غير بالبيكنيك بالطبالي وداكشي، عرفتوا هنا في الصيف البنات كتكون الدنيا عامره، ما كاين غير جيب فراشتك وجلست. صراحه زوين زوين اللي بغات عندها الوليدات وما كتعرفش فين تخرج ولا فين تمشي ولا فين تديهم، هذا البارك وهذا راه زوين وكتلقاي فيه راحتك، ويعني كتجي كتجلس على راحتك كتخلي الدراري يلعبوا. اصلا راه كله كيوسو، يعني كله كيوسو بالريشيندو وكبير متيسع. هاد المره ان شاء الله نجيو ندير لكم عليه جوله نيت، وهاد الشيء اللي كاين البنات. المهم ها نتوما معايا في الفيديو. Carta di pomodoro. Vai, fa niente. No, ce l'ha anche sulla borsa. Gira, giri, giri, giri. Giri, scettini, scettini, giri, giri. Scetti, 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 scetti. Thank you.
المهم البنات نتمنى ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معايا في هذه الخرجه هذه ديال اليوم. عرفتوا كترجعي للدار البنات كترجعوا وحده اخرى يعني حاولوا تخرجوا هكا يعني حتى هذا الباركو بالنسبه للناس اللي كاينه بيروجا راه زوين زوين بزاف يعني كتلقاي فيه راحتك يعني فيه الجو زوين واحد الهواء نقي يعني كترجعي للدار انت وحده اخرى كتبدلي هكا الجو ديال الروتين ديال السيمانه كلها جري هي نجري لك واحد يعني مره هكا مره في السيمانه واحد ياخذ لي واحد نهار باش يتسرح شي شويه هو والوليدات شي يستمتع شي شويه هكا بالوقت. وهذا الشيء اللي كاين البنات نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم وكيف العاده خليت لكم الراحه ومع السلامه.